السلام عليكم. اليوم راح نحل أسئلة على قانون كيرشوف أو قانونا كيرشوف الأول والثاني. معكم الأستاذ بكر سلمان، مدرسة الملك طلال الثانوية، مديرية التربية والتعليم نابلس. نستعرض السؤال الأول في الشكل المجاور. إذا كانت قراءة الأميتر 1 أمبير، احسب فرق جهد النقطة A ومقدار قوة دافعة E. عندنا هنا التيار المار في الأميتر بهذا الاتجاه حسب ما هو موضح من السؤال، بيجي عند النقطة A. احنا بنفرض توزيعه ل I1 و I2 حسب الشكل بهذه الطريقة، انه عندنا هون تيار I1 وعندنا هون تيار I2، هون I1 هون I2. هون بتطلع المعادلة معناها I تساوي I1 زائد I2. طبعا I تساوي I1 زائد I2 يعني 1 يساوي I1 زائد I2. هلا جهد النقطة A من A إلى الأرض سالب تغيرات الجهد، سالب 10 زائد 3 في 1 وتساوي 7 فولت. مجموع تغيرات الجهد بيساوي صفر في المسار أو الحلقة السفلية حسب قانون كيرشوف الثاني. E زائد 1.5 I1 ناقص 10 زائد 3 I، هي 3 ضرب 1 تساوي صفر. بنتج عنا إنه E زائد 1.5 I1 تساوي 7. لما بنعمل المسار الثاني E بهذا الاتجاه صفر تساوي E زائد 1.5 I1 زائد 5 للبطارية ناقص 3 I2 بساوي صفر. بنتج عنا معادلة جديدة، حذف المعادلتين 2 و3 ضرب أحدهما بسالب بتصير عندنا 3 I2 بتساوي 12، ومنها I2 بتساوي 4 I1 تساوي ناقص 3 بعكس اتجاه التيار المفروض، و E تساوي 11 فولت. نشوف سؤال ثاني. السؤال الجديد عندنا في الشكل المجاور. احسب قراءة الأميتر A في AB والقدرة الداخلية بين النقاط A و B. هون عندنا بين توزيع التيار انه 1.5 أمبير توزعت ل I1 زائد I2. اذا 2.5 تساوي I1 زائد I2. نعمل مسار مغلق ناقص 3 I1 اللي 2 و1 ضرب I1 زائد 9 البطارية زائد 6 I2 ناقص 6 اللي هي البطارية تساوي صفر. إذا I1 ناقص 2 I2 تساوي 1. هنا المعادلة الثانية بتصير عندنا، عند حل المعادلتين وحذفهم مع بعض بنتج عندنا إنه I1 تساوي 2 أمبير و I2 تساوي 0.5 أمبير. بده جهد النقطة أو الفرق الجهد بين A و B. VAB تساوي VA زائد مجموع تغيرات الجهد تساوي VAB. VA ناقص 3 هذه من وين؟ إحنا ماشيين بهذا المسار السفلي، 6 اللي هي 5 أوم والواحد أوم ضرب نص اللي هي I2 زائد 6 اللي هي البطارية. إذا VAB بتساوي ناقص 3. القدرة الداخلة بين A و B IVAB زائد IE اللي مع اتجاه التيار. القدرة الداخلة 7.5 عبارة عن ناقص 3 ضرب 2.5. كمان عندنا البطارية 6 فولت والبطارية 9 فولت هم مع اتجاه التيار، فبيكونوا ناتج عنهم قدرة ناتجة. إذا 18 في 2 و6 في نص وتساوي 13.5 وات. نشوف سؤال ثاني. بالاعتماد على القيم المثبتة على الشكل المجاور احسب شدة التيار المار في الأميتر عندما يكون S مفتوح، شدة التيار المار في الأميتر عندما يكون S مغلق.
لما يكون اسم مفتوح فيش تيار اسمه I1، في تيار كامل اسمه I، بمر في البطارية 12، بنتقل للبطارية 7، للمقاومة 6 وللمقاومة 4، وبتكون دائرة بسيطة. المقاومة المكافئة لها 4 زائد 6 بتساوي 10 على التوالي. شدة التيار المار في الدارة E على R زائد R equivalent اللي هي 19 على 10 تساوي 1 سابع. لما نغلق المفتاح بصير عندنا كيرشوف، بمعنى انه I بتوزع على I1 زائد I2، وبعدين بنعمل الحلقة الأولى والحلقة الثانية. نشوف الحلقة الأولى كيف مشيناها، من عند البطارية 12 ناقص 2 I1 ناقص 4 I، يعني 6 تساوي I1 زائد 2 I بعد ما نقسم على 2. بنعوض مقدار I انه I1 زائد I2، بتصير معنا المعادلة الجديدة 6 تساوي 3 I1 زائد 2 I2. المسار الثاني مشيناه من عند 7 فولت، 7 بهذا الاتجاه، 7 فولت ناقص 6 I2 زائد 2 I1 تساوي 0. إذا 7 تساوي ناقص 2 I1 زائد 6 I2. حل المعادلات بالحذف، نقدر نضرب بسالب 3 أو أي شيء نقدر نحذف المعادلات، فبنتج عندنا I1 تساوي 1 أمبير، I2 1.5 أمبير، وI تساوي 2.5 أمبير، وهو المطلوب عندنا احنا فقط I2 اللي هي 1.5 أمبير اللي هي قراءة الأميتر في الشكل لما يكون كيرشوف. نشوف سؤال ثاني من الشكل المجاور. احسب مقدار المقاومتان R1 و R2، مقدار المقاومة اللازم توصيلها مع R1 حتى تصبح شدة التيار في المقاومة R2 تساوي 0. توزيع التيار عندنا بيكون بهذا الشكل، 3 أمبير موجود في السؤال، توزع على 1 أمبير لأسفل، 2 أمبير لأعلى، 1 أمبير توزع 10 أمبير هنا عند R2، وال10 أمبير بيكون فيها 19، ال 2 أمبير بتجمع مع العشر بصير 2.1 بالعشرة. نعمل معادلة كيرشوف للحلقة الأولى، ناقص 4 ضرب 2.1 زائد 9 بالعشرة في 10 ناقص 10 R2، طلع معنا R2 بتساوي 6. الحلقة الثانية دلتا V ناقص 2 R1 زائد 10 ضرب 6 زائد 3 R، 3 ضرب 1 تساوي 0، و R1 تطلع 1.8. هلا حتى تتزن قدر نصل مع R1 مقاومة R على التوازي، طبعا على التوازي لأنه 4 في 3 و10 ضرب R1 اللي هو 8 18، أكبر 18 أكبر من 12، إذا لازم نوصل معها على التوازي. 4 في 3 تساوي 10 R فتحة، 1 و2 تساوي 1.8 R، 1.8 زائد R، طبعا 4 في 3 12 على 10، إذا R فتحة المقاومة اللازمة الكلية اللي لازم تكون مع ال R1 كاملة اللي هي 1 و2. إذا هون بيطلع منها R تساوي R.